فلا كفى المرأة كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهناك من يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يريدون أن يجعلوا الناس يعيشون في اضطراب، لا يأمنون على أنفسهم من أن يقال عنهم أو يوجه إليهم شيء. هذا ليس هو المجتمع الذي نتحدث عنه. والمجتمعات الآن حينما تتقدم وحتم بعض القيم الآن، وخا هي مشيق ليست قيم المسلمين ولكنها تتجه إلى، أي هناك شعوب ليست مسلمة ولكن أصبحت تؤسس منظمات ومؤسسات لمحاربة الخبر الكاذب. تعرفون أنه الآن هناك قوانين تخرج عن الخبر الذي ليس صحيحا، فيك نيوز، الخبر الكاذب، لأن الخبر الكاذب يمكن أن يحطم أمة. مثلا أن إنسان ما يهوى هذا الأمر ويقول إنه اكتشف بأن هنالك هذا الفيروس الذي يوجد في العالم. هذا الفيروس لا يعرفه الناس عادة، كل الناس دائما نقول هذه المسألة، دائما تعلق الأمر بالشريعة أو بالفيروسات أو بالصحة لكل ميدان أهله. فالذي يتحدث في عن الفيروس هل هو موجود أو مستوى وجوده أو كذا ليس هو الإنسان العادي، هو فقط الطبيب الماهر الذي يعرف والذي له هذا الاختصاص الأوبئة. ليس كل الأطباء يعرف هذا بالمناسبة. إذن فإذا كان الإنسان في الشارع يجلس ويريد أن يظهر بكذا ويقول إنه رأى تابع ورأى هذا ليس كلاما يا كريمة، إن شئنا سميناها مزحة أو اختبار للناس، ولكن تعرفون كم ستؤدي إليه من الميلويات. يعني هناك تجارة تتوقف هناك، لأن الأمراض والأوبئة إذا ذكر أن بلدا فيه أوبئة سيتغير حاله الاقتصادي. لماذا يقول الإنسان هذا الكلام؟ ليمارس حريته؟ هل تستحق الإنسان هذه الحرية؟ يستحق أن نبذل فيها هناء الناس وسعادة الناس؟ ولذلك أنا أقول المسجد حينما يؤدي دوره سيعلم الناس كيف يتحدثون وكيف يفكرون. وإذا لم نكن نتحدث في هذه الأشياء سنبقى نحن أيضا هملا مع الهمل كما هو معروف.